اديب نظر امنا مريم العذراء سلطانه حبل بها بلا دنس، ومع الاباء الاحبه ابونا فارس وابونا جورج، ومع اخويتنا المباركي وجميع ابناء رعيتنا. كلنا اليوم احبائي بنحتفل بولاده يوحنا المعمدان، وبنتحضر لميلاد الرب يسوع. وبهالاحد الرابع بزمن الميلاد، شو بيخبرنا الانجيل عن مولد يوحنا؟ واما آلي صباط سمعنا بالانجيل، فتم زمانها لتلد فولدت ابنا. وهالابن احبائي هو عظيم في مواليد النساء، عظيم لانه يوم ولادته بلش رسالته، يوم ولادته بلش رسالته. بولادة يوحنا تحقق الوعد لآلي صباط، هي اللي كانت ناطرة بسنين طويلة وكانت تفقد الأمل، كانت تفقد معنى حياتها وغاية وجودها. بولادة يوحنا ولد الرجاء الجليل في قلب آلي صباط، فآمنت وأعلنت رحمة الله وحنانه. بولادة يوحنا إلى الإنجيل عظم الرب رحمته لها، يعني تحنن الله عليها وغمرها برحمته. يوحنا معناه رحمة الله، حنان الله. بولادة يوحنا أحبائي اعتلنا انجيل الرحمه، انجيل رحمه الله وحنان الله للعالم اجمع. ومريم امنا هي اول من عاشت انجيل الرحمه وكتبت اول كلماته يوم دخلت بيت آلي صباط وسلمت وخدمت وصلت وانشدت، تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، لأن القدير صنع بيقظائم واسمه قدوس ورحمته إلى أجيال وأجيال للذين يتقونه. ومن يوم أحبائي لقبت أم الله مريم بأم الرحمة، ومن يومها نحن صرنا ناجيها ونناديها يا أم الله يا حنون يا كنز الرحمة والمعونة. وبقلنا كمان الإنجيل وفي اليوم الثامن جاءوا ليخطبوا الصبي وسموه باسم أبيه زكريا. فقالت أمه آلي صباط: لا، بل يسمى يوحنا. آلي صباط أحبائي أصرت أن تسمي ابنها يوحنا لأنها اختبرت رحمة الله وحنان الله من يوم اللي حملت يوحنا بأحشائها. شو قال الإنجيل وقتها؟ وفي تلك الأيام حملت آلي صباط امرأته وأخفت نفسها 5 أشهر قائلة: هكذا أراد الرب في الأيام التي نظر إلي فيها لينزع عاري من بين البشر. أجل أحبائي، آلي صباط عبرت عن الخبرة الروحية وجاهرت بها بدون خوف ودون تردد، يسمى يوحنا، أي الله يتحنن، الله يرحم. وكأن آلي صباط تقول: بابني يوحنا الله تحنن عليّ.
بابني يوحنا الله غمرني برحم يوم. عرفت اليصابات بابني انه ابن يوحنا هو عطيه من الله، هو ثمرة رحمة وحنان الله. وأدركت إنه دعوة يوحنا ورسالته هي المشاركة في مشروع الله، مشروع رحمة وحنان الله يلي بيتخطى إليصابات وبيتخطى زكريا وبيتخطى جبال يهودية كلها. لذلك فضلت وقبلت إليصابات إرادة الله وحده يقرر مستقبل ابنا. وهيك تحررت احبائي اليصابات، وما كانت هيدي من الايام، تحررت اليصابات من العقليه القديمه، عقليه العهد القديم، حيث الاهل يريدون ان يكون اولادهم نسخه طبق الاصل عنهم، حيث الاهل يريدون ان يحققوا احلامهم الخاصه من خلال اولادهم، والأسوأ على حساب أولادهم. وكانوا ينسوا إنه أولادهم لكل واحد منهم قصته مع الرب، دعوته الخاصة مع الرب. وبيتابع الإنجيل، فأشاروا إلى أبيه ماذا يريد أن يسميه. ما بيجي الحال مع إليصابات، هودي الناس فيهم بالعقلية القديمة، رموا عن بيت زكريا يقول لك بركي بيمشي الحال مع زكريا. ماذا يريد أن يسميه؟ فطلب لوحا وكتب اسمه يوحنا. فتعجب الجميع، وفي الحال فتح فم زكريا ولسانه وتكلم وبارك الله. يوحنا منذ ولادته بلش رسالته، انفتح فم زكريا وتكلم وبارك وشكر الله على رحمته وحنانه. زكريا احبائي اللي كان فات بصمت عميق من بعد ما شك بقدرة الله، شك انه الله قادر يغير له حياته، شك انه الله قادر يعطي معنى لوجوده. يوم ولادة يوحنا لم يخف زكريا وما خالف وصية الله، طلب لوحا وكتب اسمه يوحنا. أطاع زكريا إرادة الله يلي أعمله إياها الملاك من تسعة أشهر وسميه يوحنا. قبل زكريا مخطط الله، وقبل عمل الله بحياة ابنه وبدعوة ومستقبل ابن يوحنا. وكانت النقلة نوعية، انتقل زكريا من الصمت العميق العظيم، صمت الموت والعدم، صمت رفض إرادة الله، صمت الانخلاء على الذات، صمت الفراغ. انتقل زكريا من الصمت إلى التسبيح والتمجيد، إلى الحمد والشكران. وفي الحال فتح فمه ولسانه وتكلم وبارك الله. دخل زكريا بمنطق الله الخلاصي وكأنه يقول: لتكن مشيئتك يا رب لا مشيئتي. وبيخدم الانجيل لنا، وهون بخطرنا نحن كمان. وتحدث الناس بكل هذه الهموم في كل جبل اليهودية، وكان كل من يسمع بذلك يحفظه في قلبه قائلا: ما عساه يكون هذا الصبر. أجل أحبائي، إن ولادة يوحنا العجيبة وشفاء إليصابات من عقمها وخروج زكريا من صمته هو أكثر من معجزة، هو علامة من الله لكل سكان جبال اليهودية، علامة من الله لكل الأجيال. وحتى يومنا كل من سمع بذلك يحفظه في قلبه قائلا: ما عسى يكون هذا الصبي. ولادة يوحنا أحبائي ولدت في قلوب الأجيال وفي قلبنا نحن أيضا، ولدت الشوق والطوق لمعرفة سر هذا الطفل،
ما عساك يكون هذا الصبر؟ تعال أحبائي نصغي إلى زكريا يعطينا الجواب. يوم مولد يوحنا بإذن المجيد امتلأ زكريا أبوه من الروح القدس وتنبأ قائلا: وأنت أيها الصبي، عن يوحنا عليه، وأنت أيها الصبي نبي العلي المدعى، لأنك تسير أمام وجه الرب لتعد طرقه، لتعطي شعبه معرفة الخلاص بمغفرة خطاياهم وبرحمة إلهنا التي بها افتقدنا المشرق من العلام، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، ولكي يهدي أقدامنا في طريق السلام. ما عسى يكون هذا الصبي؟ تعالوا أحبائي نسمع يوحنا زاد يعرفنا عنه ويخبرنا عن دعوته ورسالته، وخاصة إلنا كيف لازم نتحضر لاستقبال الرب الآتي إلينا في الميلاد. فلنصغي. أنا صوت صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب، اجعلوا طرقه قويمة، توبوا وآمنوا فلقد اقترب ملكه. أجل أحبائي وأخوتي، فلنصغي إلى صوت يوحنا في زمن الميلاد المبارك، ولنجعل طريق الرب قويمة إلى قلوبنا، نجعلها قويمة بالتوبة وبالإيمان. توبوا وآمنوا. عسى الرب الآتي إلينا يحمل لنا معه في عيد الميلاد بشفاعة ابن مريم العقل وبشفاعة من يوحنا، عساه يحمل لنا في عيد الميلاد